ولكن حتى نحطوكم شويه دون لو بان مع امال عدواني باش نمشيو للنساء. فتحنا طريق الماراثون والتتويجات الرياضيه النسائيه. امال التتويجات الرياضيه النسائيه اليوم عفاف كيف نشوفوها نسخيلوها اللي هي حاجه عاديه جدا ولات دارجه فيما يخص التتويجات، والراو برشا نساء اللي هما متوجات عربيات ومسلمات وافريقيات، ولكن الطريق ما كانتش سهله، الطريق كانت صعيبه، وفما نساء فتحنا طريق باش الناس يكونوا موجودين ونساء تكون موجوده. اول واحده باش نحب نحكي عليها هي المغربيه نوال المتوكل، هي عداء مغربيه في اللي جابت الذهب للمغرب في لوس انجلوس سنه 1984، حيث فازت بميداليه ذهبيه في سباق 400 متر حواجز لتكون اول امراه عربيه وإفريقية تحرز على ميدالية ذهبية. دونك نوال المتوكل أحرزت على الجائزة هذه. وتعرف شنو اللي صار في المغرب نهارتها؟ نهارتها الملك الحسن الثاني عمل أمر ملكي أنه النساء اللي البنات اللي تولدوا نهارتها، يعني نهارة اللي توجت نوال المتوكل، الكلهم يولي اسمهم نوال. يعني نهارتها الناس الكلهم تكريم ليها، تكريم ليها أن يكونوا هما اسمهم نوال. نوال المتوكل ما وقفتش غادي، لكن واصلت مسيرتها السياسية في مجال الرياضة، وكانت أول وزيرة عربية امرأة عربية وإفريقية تتولى مقاليد وزارة الرياضة في المغرب، وكان ذلك ما بين 2007 و2009. واصلت كذلك مسيرة السياسية متاحة، وكانت عضو بمجلس النواب المغربي في الفترة من 14 أكتوبر 2016 إلى حدود 2021. نوال المتوكل هي أيضا انتخبت في منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية كأول امرأة عربية ومسلمة وإفريقية تبلغ هذا المنصب. يعني حاجة تتويج كبير كبير برشا. نمشيو لفلسطين يا عفاف ونلقاو اللي فلسطينيات أيضا شاركنا في الماراثون في برلين 2018. ميادة الصياد شاركت أول امرأة فلسطينية تشارك في هذا الماراثون، وقالت أشارك باسم النساء الفلسطينيات، أشارك باسم النساء العربيات في هذا التتويج. دونك برافو لميادة الصياد. ما نجموش نحكيو على الرياضات القوى وهذه الرياضة المتميزة من غير ما نحكيو على حبيبة تونس، حبيبة الغريبي. حبيبة وما أدراك، حبيبتنا الكل، حبيبة تونس، حبيبة الغريبي، العداء التونسية المتخصة في سباق المسافات المتوسطة والطويلة، اللي هي بطلة العالم في 3000 متر موانع في بطولة العالم 2011، وصاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، وتملك الرقم القياسي التونسي في مسافة 300 متر موانع 9 دقائق و5 ثواني و36 جزء من المئة، ذلك في 11 سبتمبر 2011. كذلك نمشيو أول امرأة شاركت في الماراثون الدولي بحجابها، فمن ساء عربيات طبعاً. ودرجة أنه فما ماركة عالمية خرجت يعني اللباس حجابي للماراثون. سارة عطار تعتبر أول مصدر إلهام للنساء السعوديات سعودية لأنها سعودية، إذ دخلت بطلة سباقات المضمار في الميدان التاريخ بعد مشاركتها في أولمبياد صيف 2012 كأحدى اللاعبات اللتين تملأان تمثلان السعودية في مسابقة الألعاب الأولمبية، كما شاركت في أولمبياد 2016. هذا عموما في بخص النساء اللي شاركوا، واتباعا نجم نعطيك شكون النساء كل مرة نزيدوا نقدموا ونشوفوا النساء أخريات اللي شاركوا في الأولمبياد وشاركوا في البطولة العالمية في برشا رياضات عالمية، وسجلوا تتويجات نسائية مهمة جدا. محمود فما استعدادات بعد أمال تلبس سبادري وتعمل جري يظهر عليك أنا وعلى ربي هيك هاو تهلا أنا لبس سبادري سروي جوكينج صباح حاضرة عفاف حاضرة حاضرة.